شركة كوكاكولا العالمية بتمر بأزمة هي الأكبر في تاريخها، وده بعد انتشار خبر عن وجود مادة سامة في مشروبهم الجديد وهو كولا تشيري، وتحديداً في فرنسا. والخبر ده انتشر بشكل كبير، وعشان كده الشركة اضطرت إنها تسحب المنتج من فرنسا بشكل كامل. ولكن الأزمة ما كانتش هنا وبس، فبسبب المقاطعة الطلب على المشروبات الغازية قل جداً، وبالتالي عدد المبيعات قل في بعض الدول. وعشان كده شركة كوكاكولا قررت إنها تزود أسعار الكنز، وبالتالي هتقدر تحقق المعادلة. ولكن اللي ما كانش معمول حسابه هو إن شركة بيبسي تتراجع عن الزيادة اللي كانت سبق وأعلنت عنها، وبالتالي شركة كوكاكولا بقت في ورطة ما بين كلام عن وجود مادة سامة في مشروباتهم وزيادة في الأسعار وقلة الطلب بسبب المقاطعة. وعلى الرغم من إن شركة كوكاكولا الأمريكية صرحت وقالت نود توضيح أن هذا السحب لا يتعلق بمنتجات كوكاكولا تشيري الأخرى التي تباع في نقاط بيع أخرى في فرنسا، باستثناء المتاجر التابعة لسلسلة بي أند إم. ودي كانت محاولة لتوضيح أن المشكلة في عدد عبوات معينة علشان يطمنوا الناس، ولكن الموضوع كان خلاص انتشر ما بين الناس وفي العالم كله وخرج عن سيطرتهم. فيا ترى إيه اللي ممكن تعمل كوكاكولا عشان تتخطى الأزمة دي؟